النهاردة هنتكلم عن الفنانة غادة عبد الرازق، وهنكشف ليكم حقيقة اعتزالها الفن والتمثيل وارتدائها للحجاب. وبعد انتشار الخبر ده، إلهام شاهين تهين غادة عبد الرازق: انت عار على الوسط الفني كله. هنعرف كل التفاصيل وهنعرف الحقيقة كاملة، بس قبل أي حاجة من فضلك انزل اعمل لايك للفيديو، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس، ضروري جدا جدا عشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. هنكمل الفيديو بس بعد الفاصل. في الساعات القليلة اللي فاتت انتشر خبر اعتزال الفنانة غادة عبد الرازق الفن وارتدائها للحجاب في كل مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت لما حذفت الفنانة غادة عبد الرازق كل صورها وفيديوهاتها على حسابها الرسمي في موقع انستجرام بشكل مفاجئ صدم كل متابعيها. والحقيقة تصرف غادة ده عمل جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، خصوصا انها اول مرة تعمل حاجة زي دي، ده غير انها دايما بتشارك متابعيها اللي وصل عددهم لعشرة مليون متابع كل اطلالاتها وصورها واعمالها الدرامية والسينمائية الجديدة. ده غير اننا عرفنا انها اعتذرت عن العمل اللي كان المفروض انها تقدمه في شهر رمضان اللي جاي 2022. وهنا اتقسم رأي الجمهور لقسمين. القسم الاول شايف انها بتعمل كده عشان ترجع تتصدر الترند من تاني، اما القسم التاني فتوقع اعتزالها الفن والتمثيل وان حذفها لكل صورها ولكل فيديوهاتها ده تمهيد لاعلان اعتزالها وارتدائها للحجاب ونهاية مشوارها الفني. ورغم كل الكلام ده والجدل الكبير اللي حصل، ما طلعتش غادة عبد الرازق للإعلام عشان توضح السبب في تصرفها ده، وهل فعلا خدت قرار الاعتزال وارتداء الحجاب ولا في كلام تاني؟ ووسط كل ده كان ارتبط اسم الفنانة إلهام شاهين في الفترة الأخيرة بكل فنانة فكرت في اعتزال الفن أو قررت إنها تتحجب أو رفضت إنها تقدم مشاهد جريئة في أعمالها. دايما بنشوف رد عنيف من إلهام شاهين، مش عارف بصراحة إيه السبب في كده وليه دايما هي اللي بترد، تحس إنها موكلة نفسها محامية عن الفن والفنانين. ورغم ان لسه مفيش اي تأكيد لخبر اعتزال غادة عبد الرازق وارتدائها للحجاب، خرجت إلهام شاهين عشان تعلق على الخبر ده وقالت ان غادة عبد الرازق طول عمرها مترددة وان دي مش اول مرة تفكر فيها انها تعتزل الفن، لانها فكرت قبل كده في موضوع الاعتزال ده كذا مرة، وكل عمل بتعمله بتعمل عليه شوشرة كبيرة عشان العمل ينجح والناس تتكلم عنه. وقالت ان غادة عملت كده عشان الترند وانها يومين بس وهترجع في كلامها وهترجع للتمثيل وتخلع الحجاب. وجهت ليها اهانة كبيرة لما قالت لها: انتي واللي زيك عار على الوسط الفني كله. كل الكلام ده انتشر على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت على لسان إلهام شاهين كأول رد فعل منها وكأول تعليق على خبر لسه مش متأكدين منه، وهو اعتزال الفنانة غادة عبد الرازق. ورغم ان لسه مفيش تأكيد للخبر ده وان كل اللي حصل ان غادة عبد الرازق حذفت كل صورها من على حساباتها الرسمية ولسه مش عارفين ليه عملت كده وهل فعلا اعتزلت الفن ولا لا، ولو كانت اعتذرت الفن فعلا هل لبست الحجاب ولا لا؟ أسئلة كتير أكيد هنعرف إجابتها في الأيام اللي جاية. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا مخلصتش. استنونا فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.